بالنسبة لي زيارة المرأة للمقابر هل يجوز أو لا يجوز؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول نهى عن زيارة القبور للرجال والنساء للجميع، ثم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال بعض أهل العلم: هذا الإذن للرجال دون النساء. قالوا: ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض النسوة في طريقهن إلى المقبرة قال: أين تريدن؟ قلنا: نريد زيارة المقابر. قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات. وفي رواية: لعن الله زوارات القبور. هذا الحديث فيه ما فيه من ناحية السند، وتكلم حوله العلماء يعني من ناحية السند. فقال هؤلاء الذين منعوا المرأة من زيارة المقابر، قالوا: ما دام النهي قد جاء خاصا بالنساء فلا بد أن يكون الإذن خاصا بالنساء، أن يكون الإذن خاصا بالنساء. وهذا القول مرجوح. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه كان في نوبة عائشة، فاستيقظت عائشة في جوف الليل فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدها على الوطاء الذي كان عليه ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته لا زال حارا باقي سخون، بمعنى لا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام، فبحثت عنه فوجدته عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى البقيع، فبدأت تمشي خلفه فوجدته يدعو للمسلمين في البقيع. خرج عليه الصلاة والسلام يدعو للمسلمين في البقيع، وهذا من شفقته ورحمته ورأفته يعني بالمؤمنين. يستيقظ في الليل عليه الصلاة والسلام ويخرج من حجرته في نوبة عائشة ويذهب إلى المقبرة للدعاء للمسلمين، للدعاء للمسلمين. فهو هو في طريقه عائشة أرادت يعني أن ترجع إلى البيت، فبدأت تعدو يعني تركض العدو، هو تقارب الخطى مع يعني شدة في العدو. فلما وصلت يعني تظاهرت بأنها نائمة، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تتنهد، يعني بحال دابا شي أخ ديالنا ما شاء الله طلع الدروج كتلقاه تيدير ما عندوش السفل، يعني ما عندوش الكونديسيون مسكين والو، فهمتي علاش ما كيتحركش ما كيترينيش، عزيز عليه الشهيوات، عزيز عليه الحلوى، عزيز عليه السكريات، عزيز عليه كذا، ما فيه ما يتحرك، ما تيتحرك شيء. اذا فوجدها تتنهد، ما قال ليهاش اين كنت يا عائشه، وهو راى سوادها صلى الله عليه وسلم ويعرف سوادها عليه الصلاه والسلام، وعلم انها لاحقت به، وهذا من باب الغيره التي كانت عند امهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. فقالت: يا رسول الله، أرأيت لو ذهبت أنا إلى هذه القبور ماذا أقول؟ ما قال ليهاش لماذا تتنهدين. فيحسن بالزوج في بعض الأحيان أن لا يغوص في بعض الجزئيات، شفتك وفين كنتي وعلاش خرجتي وما عندكش الحق وكذا وكذا. رآها تتنهد ورآها صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك دخل لم يسأل، فلا بد من تغافل جميل يكون داخل البيت، ماشي داكش اللي ينقطع عليك. واش انت دابا وليتي من كما تيقولوا المغاربه من الاح دي اي، غير حاضر المراه في الدار، اش دارت، فين خرجت، فين دخلات؟ لا، هذه خرج شويه للدار تبرد، مع على برا تبرد، سير للغابه تمشى شويه، شم شويه الهواء، انت غير مقبل غير المراه، فار شي حطيه، طاب شي حطيه، عمري لي اتي، صيبي لي قهوه، بغيت نسمن، لا بغيت شهيوه، سير خرج، خلي المراه ترتاح شويه في الدار. نعم، فكاين شي رجال مع الاسف بتنبت في الدار، إذا بغات دير مسكينة غير العواشة في الدار، جالس تما جات مليح، ما عنده ما يدار. فقالت: يا رسول الله، أرأيت لو ذهبت إلى هذه المقابر ماذا أقول؟ لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك أو يحرم عليك، فإنما قال لها: قولي يا عائشة إذا ذهبت إلى المقابر، وعلمها دعاء، يعني الدعاء المعروف الذي يحفظه الجميع منكم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال أهل العلم: لو كانت زيارة المقابر لا تجوز لمنع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولبين لها يعني بعد سؤالها أنه لا يجوز.
الأمر الآخر، بعض أهل العلم قالوا يجوز للمرأة أن تزور المقابر بشرطين. الشرط الأول أن تكون المقابر خالية من الرجال، ثانيا لا يندبن ولا يصحن ولا يقرأن قرآنا ولا يضعن زهورا، وكما هي العادات والتقاليد الموجودة ديال نهار العيد، ديال عاشوراء، ديال الجمعة في الصباح، ديال التصبيحة الأولى والتصبيحة الثانية والثالثة والجمعة الأولى والجمعة الثانية إلى غير ذلك. هذه كلها محدثات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وبعض أهل العلم قال لا بأس أن تكون الزيارة ليلا، لأنها حتى تكون بعيدة عن أنظار يعني الرجال. أما في زماننا هذا فمن الصعب المرأة أن تخرج المقابر ليلا. المرأة هي اللي تسلك راسها بعدها في النهار في المجتمعات ديالنا، سلكات بعدها راسها في النهار في الطوبيس اللي هو طوبيس وفي اللي هو حافلة نقل عمومي، وتتعرض يعني الشباب والشابات للسطو والمسلح داخل يعني الحافلات العمومية وداخل القطارات وداخل الأحياء. فالله يلطف بينا وصافي، هادشي اللي كاين.